والله ما حقيتها منك، توقعتك راعي علوم غانمه. يقول لك كذا تلقيني يا دنيا. طيب هذه الحلقه شوفوا كيف، شوفوا الشكل. لا لا بس دقيقه، عشان هذا والله الشكل مظبوط بينب مفحط. والله انه بيطلع طمع هذا، وربي معزز مهجبل متعاطي محشش ربح. والله وجهي اعوذ بالله. وهز الحديد ودربك زين. حصريات اليوم ابو الله يبي ينزل حصريات. في مزح كوبي رايت ما كوبي رايت اليوم. اليوم حصريات حصريات يا ابوي. فاهم الحبوب اليوم بنغطي على كالف ابو الله يعتبروه كالفين تمام. فزي ما قلنا اليوم الحلقه حصريات ومن ذا الكلام. فقبل لا تبدا يا اخي هذه الكلمه ثقيله على لساني اللي هي حق قبل لا تبدا المقطع لا تنسى تضغط زر اللايك والسبسكرايب. والله لسه ثقيله ماني يوتيوبر فعشان كذا ثقيله الكلمه يا حط لايك سبسكرايب شير كومنت. ما انا والله قبل لا تبدا المقطع لا تنسى تضغط. لا كالفين اعتزل. والله انا ما اعتزل الا الجن. والله لا طلع مقاطع او كاتب انا معتزل واللي يسال التناغم طاح. وهذا والله ما اعتزل يا ولد. قال لك يعتزل يعتزل وانا موجود. والله منزل ذا يسوق امها، منزل في التيك توك وساحب على الانستغرام. والله لا عايش بالله، عايش بالورعان ذيلا يتضاربون دحين يا اخي. ما عرفنا حصريات ولا ميمز، ايش هذا الغباء؟ والله حرام عليك يعني تعتذر بعد ما تابعتك في الانستا. بس انا عندي البديل الظاهر والله اني اتذكر عندي واحد ثاني نزل حصريات. يا اخي انا جاي عشان حصريات، غير كذا بالله لا تجيبوا لي ميمز دحين. يوم ابغى حصريات يجي لي ميمز، ويوم ابغى ميمز يجينا حصريات. شو هم هذا؟ اي والله هذا يا اي هذا هو. والله اشكرك يا ولد. ايش الغباء هذا يا جماعة؟ خلينا انا اكون لازم اعزز، لكن لازم ادعم هذه العينات، تمام؟ ايه كفو يا رجال، اركد فديتك، ايه شطر بطر، اتشي اتشي، ها شوف شوف هذا شوف السرعة تؤدي الى التهلكة يا حبيبي، واه شوف 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 يا 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 ايه 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 اشكرك. هذا طار، هذا اقسم بالله هذا طار. وادق لك تحيه البنتي اقسم بالله اني كفو. بس ترى السرعه جيب لك الوفاء على طول قرح جو. شوفوا اي شيء يتعلق بالدوله والهذا ونحن لا نعرض هذا. نحن نشتي ان ناكل الرز والدجاج واللحم، ما نشتي ناكل اشياء ثانيه. خلينا على حقنا التفحيط والهجوله ودربك يزيد كلنا دروبنا ان شاء الله تمام. شوف هذا بس لازم نعدل شويه لانه الله الله يكلبن. هذا يقول لك الاستمراريه عند كلبن. رابط حزامي لاني عارف غشيم غشيم هذا الله يصلحه. لو ركب مع ابو اللافي كان ما صار له زي كذا. عاد مشغل اغاني انا فوق الذنب ذنب نفس مقطع هذاك ابو سلو انا من اسمه ذاك. اوف هذا هو هذا هو هذا هو يوم تنبلف تنبلف الله يصلحه. انا اليوم بدي اقتراحات على المواقف هذه. طيب هذا طبعا ايش سوى هذا؟ الادمي هذا اللي تحت هو كله هو اللي تحت نفسه اللي فوق ماشي بسيارته ففرمل في المطب كان داعس تقريبا 60 قول كم؟ توكل انت. لا دقيقه ذريت الوالد. لا انا اعترف للغلط اللي على الورا يعني كان ماشي 30 انت مستوعب واللي وراه ملحم فيه فيوم دخل المطب فرمل واللي وراه بغي يخش فيه فدقدق البور ضريت الوالده ضريت. والله كلهم غلطانين شوف ما بالغلط مو على شخص واحد. هذا كان ماسك اليسار ومفرمل وعاد كمان التريق يعني قهر. والله يقهر يا كلهم انا ما ادري انا اليوم مره حوشان شوف. والله اني ضابح بس عشان فيديو بكون سعيد ان شاء الله. يقول لك 190 صوره اعطيت فجائي انجلط ابو جميل يا لبيه يا الكدلك. ايه احلى شيء جو الدرباويه وربي جو الدرباويه. بس اهم شيء يكون تصلي طبعا. درباوي ما يصلي ايش هذا كافر هذا.
ايه يا رجال تصير هذا ابو اللي شفته يدخل بين هنا ويطلع من هناك، الله عليك نفس الطريقه هذه، بس هذه في الكنب جاء، بس هذه على بشرتي. فرق بينهم انه هذا على بشر وهذاك على كنب. والمعذره ما نزلتهم الخميس، يقول لك ناسيين الكبوت مفتوح وبنفس الوقت خايفين ينفك علينا غطعام. تخيل انت في غطعام الكبوت حقك مفتوح، والله هي الكلمه ثقيله كذا شوي، كبوت وما كبوت هذه تحس انه. فالمهم خلينا نشوف. شوف طلع فوق الكبوت وجلس على الكبوت. الله جلس على الكبوت هذا. الله هذه قبعه حبيه هذا. بعدين هنا الافضليه اللي من بالدوار والغلط على الرنج. هاخذها وانا مبارك. شوفوا تقريري لهذا الحادث بصفتي محنك الحوادث. ها شوف طبعا اخذت الرخصه قبل شهرين، فعشان كذا انا طبعا خبره. فبصفتي ابو اللافي انا اشوف يا طويل عمر السلام الغلطان رنج روفر، بيكوز لانه هو صاحب المركب الذي فيها الدشكام، هو الذي كان يعني يقول لك الافضل اللي من كان بالدوره اولا. يعني بالله بالعقل امانه، يعني اذا شفت واحد قدامك بتدعسه يا اخي بالعقل يا اخي، ما هو تطبق كل شيء بالكلام وخلاص. والله بعضهم فقيان. شوفوا يلا بناو ويلاو بوب الحمد لله على السلامة وحصل خير يا رجال. يقول لك في الحديد ولا فيه، والامور طيبة. Promises always true, you don't need